الذي يحدث والذي نراه ونشاهده بين آونة وأخرى، تمزيغ القرآن، الاعتداء على شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو إلا بدوافع حقيقة، قسم منها سياسية، قسم منها مذهبية، قسم منها عدم الفهم والإدراك. نستنكر هذا العمل الإرهابي بشدة بشدة بشدة، ده هو حرق القرآن، هو كلام الله اللي نزل على صدر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وفد عمل إرهابي هذا، يعني هذا حال الإرهاب هو يعني، وإن شاء الله ما قصرت المرجعية والأعلام اللي بالعراق. نستنكر هذا العمل بشدة بشدة بشدة، لأن هذا العمل يكون منفي للإسلام ومنفي لكل طوائف الإنسان، وإن شاء الله إن شاء الله ما فعله المسلمين في أي أرجاء العالم يكفي إلى أن يقول إن القرآن هو المسد الوحيد إلى الإسلام. إحنا هذا الشيء نستنكره، أي مسلم يستنكر هذا الشيء، والقرآن نزل رب العالمين على صدر محمد، والقرآن آية عند الله كبيرة، فهذا مستنكر نهائي قطعا، ما مقبول نهائيا. ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نحن الآن في حضرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ندين ونستنكر بهذه الكلمات بهذا الجو الروحاني، نستنكر هذا الفعل المشين. نحن نستنكر بشدة هذا العمل المشين، عمل أول شيء هو كدين ما يجوز نحرق هذا القرآن ونحترمه، ومرجعيتنا ترفض هذا العمل، والعمل هذا طائفي زين لتخريب بين الشعوب. القرآن الكريم إلى رب اللي حافظه، وإنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذول ما يقدرون إن شاء الله ما يقدرون أي شيء يسوون وما يأثرون علينا. استنكار لحرق الدستور هو القرآن، دستور الحياة بالماضي والحاضر والمستقبل، وإحنا المسلمين كافة في أنحاء العالم لازم كل إحنا نستنكر. أنا مع بيان المرجعية وخادم لكلمة المرجعية، مهما سعدت ومهما نزلت فأنا موالي لمحمد وآل محمد وإلى المرجعية جمعا. ومن مركز الإمام العباس السلام على الكتاب المقدس الإنجيل أولا، وسيدة العذراء مريم ويسوع، من كربلاء المقدسة السلام على كل من هو مسلم ومسيحي في هذا الأرض. نستنكر ونشجب هذه التصرفات المشينة للمعتوه الذي حرق القرآن المصحف الشريف في السويد. أي شخص يسيء القرآن لازم إحنا نصده، ولازم إحنا نوقف ضده، يعني إحنا إسلام وإحنا المفروض نحافظ على القرآن الكريم الذي أنزل الله في ليلة القدر. يعني هذا الشيء إذا ما نوقف على حده فممكن يصير مو بس يعني بدولة السويد، بأي دولة. القرآن الكريم الذي أنزل على محمد، وكما أوصانا به محمد الحفاظ على القرآن، الدفاع عن القرآن الكريم. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أن نستنكر وأن ندين هذا ونسجب حتى يكون للأمة الإسلامية والقرآن الكريم موقف. اليوم إذا ما كنا كلنا كإسلام، مع احترامي للشيعة واحترامي للسنة واحترامي لكل الأطياف، إذا ما كنا إيد وحدة كمسلمين، لأنه بالنهاية نحن مسلمين، يعني نحن كلنا إسلام، ما في أنا شيعي وأنا سني، أنا إحنا واحد، نحن من رب واحد من كتاب واحد. مع المرجعية وإحنا منتظرين هسه جواب السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ده يحضر جواب يجاوب السيد السيستاني. مع المرجعية إحنا لازم الشعب كله يصير ويا المرجعية، يعني أصلا إحنا المرجعية قادتنا، فإحنا لازم يعني ناخذ يعني نستشهد بهم.